لم تبلغ مناسيب النيل مرحلة الخطر حتى راهن هذا الوقت، إلا إذا هطلت أمطار على الهضبة الإثيوبية خلال اليومين القادمين، ولن يتم إعلان حالة الطوارئ والفيضان إلا إذا بلغ منسوب مياه النيل الأزرق 16.50 سنتيمترا وفقا لمختصين. نحن أساسا مقاسنا الرسمي للنيل من محطة الديم في الحدود السودانية الأثيوبية. خلال الثلاثة أيام الفاتت دي محطة الديم سجلت يعني حدود كمية كبيرة جدا من المياه العابرة، يمكن من 500 ل 800 مليون متر مكعب في اليوم، ودي كمية نحن بنراها كمية كبيرة جدا جدا قد تؤثر في ارتفاع المناسيب في الأيام القادمة. بنقول إنه يعني حسب التوقعات أمس أول أمس ممكن الديم كان منخفض شوية، ما كان زي الأيام الفاتت. ومنذ هطول الأمطار وسيولها الجارفة خلال الأيام الماضية، تكاملت أدوار عدة جهات في اتجاه لدرء الفيضان وتقليل آثاره على المواطنين. حوالي 306 طلمبات شفط كبيرة وحوالي 265 آلية مختلفة. أيضا وجه الوالي بأن تضع الوزارة المختصة يدها على جميع آليات الشركات العاملة تحسبا لمزيد من الأمطار والسيول. أيضا نحن الآن في موقف يقارب الخطر من فيضان النيل، حيث بلغ حوالي 16.5 سنت. الحقيقة 17 سنت هي انذار بالخطر. ولا زالت الجهود الرسمية تتواصل لاحتواء أي ارتفاع متوقع في مناسيب النيل من خلال المعدات والآليات التي تم توفيرها لسحب المياه من المناطق المهددة إلى النيل مباشرة في حال هطول أي أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة. كل الطرمبات ال 32 يمكن نحن عاملين تحوطاتنا تماما عشان نقدر نصرف هذه المياه مجرد هطول الامطار باذن الله تعالى، لكن طبعا بتاخذ وقت. يعني باي جرافيتي كل الكميه اللي بتجي بتنزل طوال في المصرف، لكن دي باي بامب يعني نحن حنسحب المويه من المصرف للبحر، فدي بتاخذ وقت. بالنسبه للسدود والتروس النيليه نحن الحمد لله رب العالمين الموقف مطمئن تماما، خايفين بس تكون في امواج ورياح كثيره، يمكن بالموج الكثير مهما انت عملتها طبعا ما في حاجه اقوى من المويه. فان شاء الله يعني نحن تحوطاتنا كويسه والحمد لله، تروسنا 300 كيلو مؤمنه تماما. الوضع في معظم المناطق المهددة بالفيضان مطمئن حتى الآن بحسب مسؤولين، خاصة بعد دخول القوات المسلحة والمنظمات الطوعية والجهود الشعبية لتفادي مخاطر جديدة قد يحدثها الفيضان. سليمان إسماعيل الزين، الشروق، الخرطوم.